ولذلك البخاري أول ما يأتي يبوب في الباب، أول حديث هو عنده حديث الشاهد، حديث الاستدلال، ثم بعد ذلك تأتي المتابعة. حتى لما تأتي في دراسة أسانيد الحديث الأول تجد أن الرواة فيه أقوى من الأحاديث التي بعده في نفس إيش؟ في نفس الباب. ثم يأتي بعد ذلك عزير وكسير ومن ليس فيه خير يتكلم عن البخاري. أنت لو في عهد البخاري ما أذن لك أن تكون خادما عند أصل. وأنا أبشركم والله ما من أحد يتكلم في أهل العلم إلا وينمع كما ينمع الملح في الماء، ينمع كما ينمع الملح في الماء. وذكرت لكم أحد الناس من الذي تأبط شرا بعد أن اشتهر بين الناس في شيء معين، رؤيت فيه رؤيا أنه يصعد جبلا ويندق منه فتنكسر رجله، فلما عبرها المعبر قيل هذا يقع في فتنة فيضيع جاهه بين الناس. وهذا الذي حدث بالفعل، تكلم بعد في البخاري فسقط سقطة لم يقم منها إلى يومنا هذا، ولولا أن المجلس أشرف من أن يذكر اسمه لذكرنا، لكن ما يهمنا في شيء. لكن اعلموا تماما كما قال هبة الله بن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة وإن عادة الله فيهم معلومة، فمن أخذ العلماء بالثلم أصابه الله قبل موتي بموت القلب. والله تبارك وتعالى يدافع، إن الله يدافع عن الذين أمنوا. ويكفي البخاري شرفا أن عدد شروحاته فاقت 270، بخلاف رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، وحافظت البخاري على مدار الزمان إلى يوم الناس هذا. نعم.